استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية أفادت بقيام مجموعة من المهربين بعمليات تهريب جنوب غرب واحة سيوة، قامت عناصر من القوات الجوية بتوجيه ضربات مباشرة لعصابات التهريب أثناء قيامهم بعملية تهريب باستخدام 15 عربة دفع رباعي، حيث أسفرت الضربات عن تدمير 8 عربات تدميراً كلياً وإصابة وتعطيل باقي العربات وتدمير 90% من البضائع التي كانت في طريقها للتهريب. وتقوم قوات حرس الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية بتمشيط المناطق المتاخمة لضبط المهربين وإحكام السيطرة على عمليات التهريب التي تنفذها تلك العناصر.